يما يما يما، ايوه يلا يلا ارقص يلا يما، ما احلى بوتو يما. يلا حبيبي. شو هذا؟ قصة بدي اقرأ له اياها. عزياني كرود، لا تقرأ له قصة، كبرت عزك هذا لساته بعرفش الخمسة من الطمسة ببو. انا هيك متفقة مع الاستاذ فؤاد والستليم. كال بتقرأ له كال وبينطوها مصاري اخرى. يلا رزق الهبل على المجانين. الأستاذ فؤاد كلش تكري له قصة. أي الأستاذ فؤاد لو وصل الصف الثامن أول كتاب بيقرأ خارج المنهاج اللي هو دليل الهاتف. يلا حبيبي. طيب يا ستي روح أمرك لله، عاد جعباله يرقص الولد. يا هلا يا هلا يا هلا. شو ها ليمون العجيب، حتى الأسماء غريبة. لا خلص خلص، انا قلت علي مش عارف انا كيف اصلا بعلم. حضرة جناب الدليفري مان، استنيته ما اجا، برن عليه ما بيرد، قلت خلص مش جاي بروح بحضر الفيلم، وانا بالطريق ببعث لي بيقول لي هيني بالعياده. لفيت ورجعت رحت على العياده ما في حدا، برن ما بيرد، بعدين ببعث لي مسج بيقول لي انا بطريقي لسينما البلد شوي وبوصلك. مين طلب منك تيجي على السينما؟ مين طلب منك اي اشي؟ المهم اتفقنا يجي بكره على الساعه 8 الصبح، بلحق الفيلم بكره ان شاء الله. دكتور الو رز، استلمت الهديه بكره عيد الميلاد. الهديه طبعا استلمتها، هيها موجوده واعتبرها عندك. يلا سكري وروحي او اقعدي اعمل بدك اياه. يلا باي. اوكي باي. اعطيني الولد لما يبكى ممغوص ومنفوخ. يا ستي يا ستي، بننيمه على بطنه هذا وبندق كله هان عشان الغازات تطلع. ام فؤاد لو سمحتي، انا عامله دراسات وكاتبه كتاب عن اساليب التربيه، لا تدخلي بشغلي. كبرتي عزك الهي، اسمعي لكلش، تعنتي ريش زي الطاووس، انا اخرى تستكليش فيي. بس يا ستي بس، وليش انا مربية اربعة وكبرتهم اخرى، عندي مشروع الخاص، عندي نادي السيدات الكادرات، تستهينيش فيي فاهمة؟ وكل هذا سويته بدون ما اخذ ليرة واحدة. هات الولد تشوف، انطيني انطيني. تعي يا ستي تعي يا حبيبي. يا باي يا باي يا ستي. اقول لك اشي، الولد خليه عندك وانا بتفاهم مع الاستاذ فؤاد. هالكلعة انتي استاذ فؤاد. يا ستي يا حبيبي منور ابو فؤاد. سايق فيها السلطة كل يوم فيها عرضة، وانا زي اللي ماكل بلطة، ياخي جيب للشرطة وجو بدك تسوي هسه يا كرم.